السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة مع الربانيين في سيرتهم ومسيرتهم رضوان الله تعالى عليهم. يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه بشارة الله عز وجل في القرآن الكريم إلى كل مهموم، إلى كل مكروب، إلى كل مريض، إلى كل من فقد عزيزا أو غاليا. أقول له كما يقول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد في الحديث القدسي الجليل: إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد، يسألهم الله عز وجل وهو أعلم: أقبضتم ولد عبدي؟ أقبضتم فلذة كبده؟ فتقول الملائكة: نعم يا رب وهو أعلم. فيقول الله عز وجل: وماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: يا رب إنه حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فما أعظمها من بشارة لكم زفها القرآن الكريم يا أهل الصبر، يا من فقدتم غاليا أو عزيزا، يا من خسرتم الأموال، يا من ترقدون على الأسرة البيضاء. الله عز وجل يخاطب كل واحد منكم ويبشر قلب كل واحد منكم بأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فما كان للصوم مزية ولا أفضلية إلا لأنه مرتبط بالصبر. يقول الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه من أجلي. أن ترى الطعام في نهار رمضان وهو برائحة لذيذة طيبة، أن ترى الماء والعصير البارد وقلبك يتفطر شوقا إليه وحنينا إليه، هذا ليس بالأمر السهل. ودرجات الربانيين في مواجهة الابتلاء على مراحل، فمنهم من يقابل الابتلاء بالصبر، ومنهم من يقابل الابتلاء بالرضا، ومنهم من يقابل الابتلاء وهو أعظم الدرجات بالفرح بما قضاه الله وقدره. فكما قال شاعرهم وكما قال حاديهم: إذا رضوني أهل الوصال فكل حال عين الكمال، إن رحموني أو عذبوني فالعبد عبد في كل حال، والكل عندي جنات عدن ما دمت في حضرة الموالي. فإلى كل مبتلى وإلى كل مهموم وإلى كل مكروب وإلى كل من أثقلت عليه الحياة بهمومها وكوابيسها أقول له: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. لن تجد أحدا في الدنيا قد ارتاح من همها ومن غمها ومن تعبها ومن نكدها. وقد حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد أخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، لأن الابتلاء بوابة عظيمة للدخول على الله عز وجل. قال الشيخ العارف محمد النبهان رضي الله تعالى عنه، قال: يا أولادي، والله ما وجدنا الخير إلا في الابتلاء الذي يسلطه الله عز وجل على العبد، وهو كالكير ينفي خبث النفس وأدرانها. وهناك خاطرة رائعة أزفها إلى كل مبتلى يحدثنا عنها الشيخ المفسر محمد متولي الشعراوي رضوان الله تعالى عليه، قال: إذا وجدتم الرجل قد طال عليه أمد الابتلاء وطال عليه عمر البلاء، فاعلموا أن هذا المبتلى هو السبب في إطالة عمر البلاء. فقالوا: ليش يا مولانا؟ قال رضوان الله تعالى عليه: قال: لو كان عندك ولد أو عندك إجير أو تلميذ وعاقبته، فهو قابل هذا الابتلاء وهذه العقوبة بالرضا والانكسار. قال: يقينا بدك تركض عليه وتضمه إلى صدرك وتعفي عنه وتجبر خاطره وترفع من معنوياته. قال: لكنه لو نظر إليك نظرة عابس معترضا على ضربك أو على تصرفك أو على ما وجهته إليه، يقينا سوف يزداد عليه البلاء وسوف تعيد عليه الكرة بعد الكرة ضربا وتأنيبا. فإلى كل مبتلى سلم أمرك إلى الله عز وجل، وارض بما قضاه الله عز وجل، وتدرع بالصبر. عسى الله عز وجل أن يحشرك يوم القيامة تحت لواء الصابرين، هنالك حيث يستحي الله عز وجل أن ينصب لك ميزانا أو أن ينشر لك ديوانا، هنالك
حيث الملائكة يدخلون عليك من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.